الإمام الرضا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه ينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول هكذا الإمام الرضا أن رجلا أتى رسول الله. شوفوا يا أخوان، خلي كنا إحنا نصور نفسنا إحنا ذاك الرجل اللي راح إلى رسول الله بعد أن تيه وضاعت عليه حسب تعبيرنا البوصلة، وضاعت عليه السبل. وين راح؟ إلى رسول الله. إيش قال له؟ أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله علمني خلقا، خلقا يعني شيء الذي يجمع لي خير الدنيا والآخرة. شوفوا اللي متيه هنا يجي، اللي مضيع هنا يجي إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. يلا هسه خلنا نستمع إلى رسول الله شي يقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، يلا من يصور شي يقول له؟ شنو جواب رسول الله؟ صلي، صم، بر والديك، مثلا اعمل، جاهد في سبيل الله، قاوم ما أدري منه، شنو، وين يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الخلق الذي يجمع خير الدنيا والآخرة. قال رسول الله كلمة واحدة، استمعوا لها جيدا، محاضرات طويلهم من احتاج، كلام طويلهم من احتاج، كلمة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكذب، لا تكذب، الله وكيلك، غير هالكلمة هم ما قالها، لا تكذب. هاي الرواية